قول لي بقى اكتر اكله بتحبها. محشي. محشي. محشي ايه بقى اللي بيحبه بالظبط حضرتك؟ قول لنا. لا، ما انا مش بعرف ايه ده اعمل لسه محشي صاحيه؟ للاسف. يعني انت ما بتعمليش محشي؟ لا، ماما بقى. ماشي اوكي. طبعا مدام كابتن عمرو السوليه، مدام هدير. مساء الفل يا مدام هدير. صباح الفل يا كابتن، صباح. انا ازاي اسف. حضرتك؟ صباح الفل، معلش حقك عليا، سهرناه النهارده لا والله، ولا يهمك، بس حلقة يا رب جميلة. تكوني مبسوطه بالحلقه. لا، الحلقة جميلة ومنور والله، يعني ربنا يحمي. ربنا يخليهولك يا رب، وصوفيا كده وليلى يفضلوا منورين حياتكم يا رب ان شاء الله. زوج مزعج نهائي نهائي خالص، والله. محدش بيسمع لي صوت ولا في أهدى البيت واحد في الدنيا والله العظيم. ولا في النادي، طيب هادي خالص. خالص يعني، جدا جدا هادي وطيب ولا هادي بس؟ يعني. كنت عايزه ازود على كلام اكرم، ان هو بيشتكي ان هو في الاوضه ما بيتكلمش معايا، فبقول له يعني انت كده، لا يعني هو كده يعتبر بيتكلم معاك، هو عندنا ما بيتكلمش خالص. ليه ما كنتوا عندنا في الساحل وكان بيتكلم وكان جميل؟ ليه ظلمك كده يا عم؟ لا، في البيت ما بتكلمش، والله مفيش كلام. هو هادي بطبيعته كده يا مدام؟ جدا جدا طب على طول يعني، طب اوصفي لي. قليل قوي لما يتعصب. ما شاء الله، ربنا بس يخليكم لبعض. قولي لي، اوصفي لي مثلا فرحته وهو راجع ببطوله كبيره، يعني مثلا بطوله القاضيه ممكن، فرحته كانت عامله ازاي؟ لا، هو ما نامش اليوم ده ما نامش من الفرحة. لا، هو كلنا ما نمناش بصراحة، والله يوم ما العظيم. يتنسيش خالص. لا، طب أحلى يوم في حياته، أحلى يوم في حياته بعد ولادة ليلى وصوفيا. صح يا والله عمرو ولا إيه؟ احلى يوم بعد بعد الولاد. طب طب قولي لي بقى، الله لا يقدر، الله لا يقدر، لما بيبقى خسران حاجة مهمة بيجي بيبقى شكله عامل ازاي؟ اتعصب؟ لا، احنا بنهرب من البيت بقى، ما بنقعدش. لا، مفيش. عمرو الخسارة عنده حاجة صعبة جدا، ما خسارة ينفعش. صعبة. وهو يقول لحضرتك من هو صغير كده يعني، هو ما هو طول ما عمره خلاص بتبقى جينات. يعني الخسارة بتستخبوا ومالكوش علاقة. خسارة أو تعادل، أو حتى لو حاسس إن هو ما لعبش كويس أو ما عملش كل اللي هو عايزه كده، بيبقى لا، بيبقى مزاجه وحش جدا. لما بيجي مباراة ما لعبش مثلا، كان هو جاي رايح المباراة هيلعب وبعدين لقى نفسه ما بيلعبش، بيجي شكله عامل ازاي؟ يعني على حسب، لو كسبنا الماتش لا، بيبقى فرحان عشان الفرقة حتى لو ما كسبت. لعبش. حتى لو ما لعبش طبعا بيبقى عايز يبقى يلعب وكده، بس يعني طالما كسبنا فخلاص الحمد لله. لو خسرنا بيبقى الموضوع دبل بقى يعني، بيبقى متضايق جدا. هي كروية يا عمرو؟ هي بقت كروية. بقت كروية. ما كانش لها في الكرة الأول؟ ولا كانت واخدها أهلاوية، واخدها بتحب ال لا، هي ما كانش ليها في الكورة قوي، بس يعني بعد كده الأهلي بقى خلاص. ايه اللي لفت نظرك يعني؟ إيه ليه رحت الهدير؟ أقول ولا إيه؟ عادي، اتفضل نسمع لا كلام حلو. لا، بصراحة يعني أول مرة شفتها اتقابلنا، يعني ما كانش في حاجة، يعني ما كانش في ما بيننا حاجة، دي في باريس. كنا صحاب عادي. فأول مرة قابلتها وخرجت معاها، قلت لها أنا لو يعني، ما قلت لهاش هي، قلت لحد يعني، قلت له لو، وصلت الخير. لا مش وصلت خير يعني، حد كان قريب مني، قلت له، نعم. كنت حكيت له يعني وكده، فقلت له لو إن شاء الله فكرت إن أنا أتجوز هتجوزها ده هي. على طول كده. طب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جواز. تأثير الرقابي بالظبط. حلو. بعدها بفترة بقى يعني اتخطبنا وبس، وبعدها يعني قعدنا 4 سنين تقريبا مخطوبين. 4 سنين. كنت أيام الإسماعيلي. ايوه صح. كانت هي لسه بتدرس وأنا كنت وقتها في الإسماعيلي، واتجوزنا أول ما جينا، أول ما جيت الأهلي تقريبا. لا، لو سمحت حدد اتجوزنا امتى؟ يعني كتبنا كتبنا الكتاب الكتاب وبعد وتاني كده يوم مضيت عقد الأهلي. كتبت الكتاب وبعد كده مضيت عقد الأهلي. ده انت وشك فل بقى، وش السعد يعني. الحمد لله. ما هي اقدام، خلي بالك انا مش طبعا بهزر، موضوع الاقدام دي انا ما دي دي ليلى. الأستاذة دي والشاحل ليلى ومن جميله يومها. وقال له البنات رزق. طبعا وبركه وخير يعني. ربنا يخليهم لها. قولي لي بقى يا مدام، اغلى هديه ومناسبتها في الكوره، يعني امتى كسب حاجه كبيره جدا وراح هوبا لقيتي بقى هديه هديه؟
أغلى هدية؟ لا مش يعني مش لا ما عمري ما حسبناها كده، هي بتبقى الفرحة نفسها. ايوه ما الفرحة، هي ما فرحته. ايوه ما مثلا اكبر هدية ده خلينا قال لك انا جايب لك عربية جديدة حلوة، جايب لك حاجة للبيت حلوة، جايب لا لك هو بصراحة يعني اب ممتاز وزوج ممتاز وكل حاجة وابن ممتاز لأهله. لا لا هو يعني ربنا يحميه، وانا يعني عايزه اقول له ان انا فخوره بيه والله، يعني حب الناس وكل اللي انا شفته النهارده وغير اللي بنشوفه لما بننزل مع بعض حب الناس ليه. لا يعني ربنا يحميه يا رب ويحبس في خلقه دايما. طيب انا هرجع للنقطه دي، بس برضو انا مصمم يعني مثلا مع القضيه دي مع الفوز وهو جايب جون وقفشه جايب جون واخدين البطوله اكيد خرجت خروجه حلوه، وبعدين في الاخر جاب خاتم. ايوه لا لا يعني ممكن اكيد 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 انا مش عايزه اسمع اظلمه بس انا مش فاكره، بس اكيد لا هو يعني بصراحه عمره ما اتاثر علينا في حاجه. هو يعني بتاع مفاجآت ولا مش بتاع مفاجآت؟ لا خالص بتاع مفاجآت جدا جدا والله. طب اكبر مفاجأة؟ لا رومانسي خالص على فكره والله. ما طب يبانش حلو قوي. عليك. طب كويس ان لسه في رجاله رومانسيه لحد دلوقتي، ده معجزه من يا عمرو المعجزات. انت مين؟ انا بقى ما سمعتش. انا ما استأذنتش قبل ما اكلمك، بس دي مفاجأة يا رب تبقى مفاجأة حلوة. يلا يلا. لا هي المفاجأة اللي هي كلمتني ان صح. انا ان انا المفاجأة اتصلت. طبعا احنا لا ما احنا كنا عاملين لها مفاجأة، احلى احنا كنا مفاجأة عاملين بصراحة. مفاجأة لعمرو، اكيد مفاجأة حلوة بالنسبة له. طب امتى بيجي يقول لك انا جعان عايز اكل، اكليني اكلة حلوة؟ لا عمرو ما لما بيبقى بقولش. جعان ما بيزعقش ما بيتكلمش، يعني طب لما ابتدي انا اتكلم معاه وما يردش انا يبقى هو كده جعان. لما بجوع ما بردش انت يعني ما بتهزر بيتكلمش بتتكلم مع ليه؟ حد. والله ما بردش. اما بتجوع ما بت ما بتر ما يعني ما ما حد يكلمني انا مش معايا، انا انت بتتكلم ما جد؟ بردش عليه والله من من واحنا ايام مخطوبين. الخطوبه كده. لا والله. فهي لما تلاقيني ما بردش تقول لي طب يلا نروح ناكل. يلا نروح ناكل ولا تكون عامله اكل؟ لا ما لا واحنا مخطوبين واحنا مخطوبين ايام الخطوبه. مخطوبين. طب انت بعد الجواز دلوقتي بتدخلي المطبخ لا لا كل حاجة طبعا كل حاجة جاهزة وعمر لا لا باللسان استني، كل والذراع. حاجة غير كل حاجة جاهزة، خلي بالك انا ما بفوتش. لا لا والله ست بيت والله. ست بس لا انت لا قلت المحشي ماما اللي بتعمله. هو المحشي لا بس. المحشي بس. فبيحب اي نوع من المحشي؟ في محشي ورق عنب، في محشي محشي كروم، كروم في محشي كوسة ده انا بحبه جدا، كروم في محشي كروم بتنجان، في كروم محشي حمام. محشي كروم. لا محشي كروم محشي كروم رقم واحد. بحب محشي الكرنب رقم واحد. ومامته بصراحة يعني أحلى واحدة في الدنيا بتعمل ما محشي شاء كرنب، الله. ربنا يديها الصحة. لا واضح كمان انه ما شاء الله العلاقة بينك وبين مامته العلاقة الأسرية لا كلها بسم دي الله ما شاء حبيبتي الله أمي الثانية طبعا. جميلة. عايزة تقولي ايه لعمرو السلية؟ ما شاء الله عندكم بنتين، يا رب ربنا يحفظهم لكم ويبارك لكم فيهم ويزيدكم رزق وبركة وعافية وفرحة وسعادة يا رب ان شاء الله. وهو زوج واضح انه مثالي، وبنتين ما تسمعونا ما تسمعونا حسهم كده في لك يا بابي وان شاء الله تكسب. Good luck يا بابي وان شاء الله تكسب. دي صوفيا. العفريته دي ما شاء الله. مين العفريت اكتر يا مدام؟ لا الصغيره صوفيا دي جميله دي. احنا بينا من بعض اتفاق مع صوفيا. ما يعني سؤال لا ما انا عارف. ده يعني ايه خليه سر ده كده. بينا. ما حدش يعرفه يعني. عايزه لا تمام. عايزه تقولي ايه لعمر؟ عايزه اقول له ان هو بالنسبه لي وبالنسبه للبنات هو فعلا احسن واحد في الدنيا واهم لعيب في الدنيا دي كلها. نعم. واحسن اب واحسن زوج ما شاء الله، واحنا من غيره ولا اي حاجه. هو عمرو قائد في الملعب وقائد في البيت. انا ممكن ما بقولوش الكلام ده عشان بس ما يبقاش قلقان وهو في معسكرات او نعم. اي حاجه، احنا من غيره بنبقى محتفلين. ربنا هو يخليكم. اهم حاجه في البيت بجد. ربنا يبارك لكم فيه ويخليكم لبعض. عايز تقول لها ايه؟ قول بقى كلمتين بقى. انطق وانت هتفضل ساكت، قول كلمتين. لا اتعودنا يا كابتن. انا خليها استني هيقطع اهو يا مدام انت مستعجله. انا خليت امام عاشور هي تقول له انا بحبك ولا انا بحبك. انا مش هقدر اقول له كده، بس اقول عايز تقول لها ايه؟ لا طبعا يعني من اول يوم واحنا مع بعض يعني على طول واقفه جنبي وفي ظهري، ويعني هي السند بالنسبه لي.
في الأوقات الصعبة والمواقف الصعبة اللي بعدي فيها بيها يعني، تكون هي أول واحدة بتبقى واقفة جنبي وبتعرف تخرجني من المواقف الصعبة دي كويس. نعم، هي والبنات طبعا أحلى حاجة حصلت في حياتي طبعا، ربنا يخليكم لبعض. ويا رب يا رب ربنا يخليها لي يا رب، ويخلي لي البنات، وإن شاء الله يعني طول العمر مع بعض يا رب، ربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة. قولي يا مدام، ما نفسكوش في ولد؟ يعني ربنا يكرم. هو البنات، هو ابو البنات حلو قوي البنات. لا ابو البنات عمال يشاور لي، بص عمال يشاور لي بدماغه، لان البنات مدلعينه جدا يعني. هو ما اعتقدش ان هو هيشوف دلع كده تاني، محد عارف. لا ما هو لو جه ولد هيدلعها هي. ايوه طب خلاص يبقى جميل ان شاء الله. انا موافقه لو كده. ربنا يخليكم يا رب لبعض ويسعدكم، يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وافراح وكل حاجه جميله. بشكرك شكرا جزيلا مدام هدير، نورتينا والله وشرفتينا، ودايما يا رب كده حياتكم بالخير والسعاده يا رب. بشكرك.